هذا لا يصدق لا يصدق. هل تعود قناة ديكستر العربية؟ جري 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 جري. أنت تمزح معي حتى ألم ألم لكم 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 لكم. أنتم الأفضل يا رفاق. شكرا لجميع لغات العالم. شكرا من القلب حقا. أنتم الأفضل يا رفاق. شكرا لكم جميعا. هناك هدية لكم في آخر الفيديو. أتمنى أن تعجبكم. قبل مدة كنت أملك قناة وصلت إلى أكثر من 20,000 متابع، كانت نتيجة شهور من التعب والسهر والتجارب، وفي لحظة واحدة فقط ضاعت كل تلك الرحلة. القناة اختفت وكل شيء بدأ من الصفر من جديد. ذلك اليوم لم يكن سهلا، وشعرت فعلا أن الطريق انتهى، لكني لم أرضى أن تكون النهاية هناك. فتحت هذه القناة الجديدة وقلت لنفسي حتى لو سقطت سأقف، وحتى لو بدأت من الصفر سأصعد مرة أخرى. واليوم بفضلكم أنتم وصلنا إلى 1000 مشترك، 1000 شخص آمنوا بالعودة وبقيمة ما أقدمه، وبأن السقوط مجرد اختبار وليس النهاية، ولأن هذا الإنجاز هو إنجازكم قبل أن يكون إنجازي. قررت أن تكون هذه الحلقة هدية لكم، وستكون هدية واحدة فقط، لكنها أقوى هدية يمكن أن أقدمها الآن. سأعطيكم كاب كات برو مجاناً. نعم، كاب كات برو بالمجان، بالطريقة التي لا يعرفها أحد تقريباً. لا برامج، لا في بي أن، لا ملفات خارجية، ولا خطوات معقدة، فقط طريقة بسيطة سريعة وتشتغل عند الجميع بسهولة. كل ما عليك هو أن تتابع الشرح، وستتحول نسختك من كاب كات العادي إلى كاب كات برو بدون أي صعوبة. وهذه ليست النهاية، هذه فقط البداية. القادم سيكون أكبر وأقوى وأفضل بكثير، فقط اصبروا واستعدوا لما هو آتٍ. حسناً، لنبدأ. فقط ركزوا معي ولا تفوتوا أي دقيقة، فالشرح سيكون بسيطاً للغاية، وإذا لم يفهم أحدكم أي شيء فقط اكتب في التعليقات ما الذي لم تفهمه. أولاً، لنقم بإضافة شعار كاب كات إلى خط الزمن بهذا الشكل، ثم نذهب لإضافة أي تأثير مدفوع لنشرح الطريقة. سنقوم بإضافة هذا التأثير بهذا الشكل، ودعونا نضيف أيضاً نصاً ونطبق عليه تأثيراً غير مجاني. لا تنسى الاشتراك في القناة، أعدك أنك ستستفيد كثيراً. كما ترون هنا، عندما نريد تصدير الفيديو يخبروننا بأننا استخدمنا عناصر غير مجانية وأنه عليك الاشتراك للمتابعة. الآن ركزوا في الخدعة التي سنستخدمها. أولاً، سنقوم بوضع كل شيء داخل مجموعة عبر Alt G، وبعدها تأتي الخدعة. سنذهب إلى فيديو بهذا الشكل وننزل إلى الأسفل حتى نجد Flow de Mouvement ونضغط عليها، ثم نضع النسبة على 1 وننتظر حتى ينتهي، وبعد الانتهاء سنضغط من لوحة المفاتيح على Windows زائد R، ثم نكتب في خانة البحث كلمة App Data كما هو موضح في الصورة، ثم نضغط OK. ستبهر لنا هذه النافذة، سنضغط على Local ثم على CapCut ثم User Data ثم Cache، وبعدها سنبحث عن Motion Blur Cache. وهنا ستجد الفيديو الذي قمت بتعديله. تخيل أنك تحصل عليه بجودة رائعة جداً وبطريقة سهلة، فقط اسحبه إلى كاب كات واستعمله بشكل عادي جداً. دعني أريك كيف. قم بحذف المقطع الأول، ثم أضف المقطع الذي أحضرناه على هذا الشكل. وبعدها قم بالتصدير بشكل عادي، وبهذا ستحصل على كاب كات برو بالمجان تماماً. لقد وعدتكم بأن أحضر لكم كاب كات برو بالمجان، وها أنا أفي بوعدي. أتمنى أن تدعموا المقطع بلايك وتعليق محفز، لأنه يساعدني كثيراً. ولا تنسوا الاشتراك في القناة، فهذه القناة ستكون مفيدة لكم كثيراً. نلتقي قريباً. سلام.